لا اكلهم جميل، اكلهم جميل. هم لهم مطبخ طبعا. كرمهم بقى يعني احنا بنتكلم في الحلقه عن الكرم، هل شفت الكرم في المغرب؟ طبعا. انا احكي لحضرتك موقف. انا في يوم تعبت الحقيقه بالليل، فنزلت حوالي الساعه 12 بالليل او 12 وشويه، فطبعا الشوارع فاضيه زي اوروبا يعني. فلم التقي الا بعامل النظافه. فوقفت قلت له لو سمحت انا عايز صيدليه، يعني انا مصري وما اعرفش الصيدليه. فقال لي حاضر. اتصل بغرفه العمليات بتاعت البلديه فارشدته على اقرب صيدليه شغاله خدمه 24 ساعه. فوصفها لي ورحت جبت الدواء. فالحقيقه من المواقف اللي ما انساهاش يعني، وما حصلتش حتى في اي دوله اوروبيه. أيوة. يعني تعاون حد بيتعاون مع حد تعبان وبيرشده هو نفسه مش عارف فبيسالك. الاخلاقيات العربيه طبعا. فالواحد بيبقى سعيد جدا لما بيبقى موجود تحديدا في الدول العربيه، وبيلاقي ان هم عندهم اخلاقيات ومميزات افضل من اللي بيشوفها في اوروبا.